هذا التقسيم الذي وضعه العلماء ليعلمونا كيفية التوبة وليس الاستهانة بالذنب. أكبر عقوبة للعالم عندهم احبسه مع واحد جاهل، يجعله يكره حياته ويكره المجلس ويكره المكان الذي هو فيه. من أصعب وأشد الأمور على النفس أن تتعامل مع جاهل. إلهي 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 وخلاقي. الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. احفظ لسانك وإلا أهانك. لماذا قال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان؟ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بدأ بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. لماذا بدأ بتعليم القرآن في نسق الآية قبل خلق الإنسان؟ فيها إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القرآن أشد وأبلغ من خلق الإنسان نفسه، أعظم من نعمة خلق الإنسان. وإلا فمعلوم أن خلق الإنسان يسبق تعليم القرآن. الأول الإنسان يولد، يخلق، يولد، وبعد ذلك يتعلم، لكن قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان. وإذا دققت في الآية تقول علمه البيان وليس علمه الكلام. قد يكون هناك كلاما لا معنى له، أما علمه البيان أي يستطيع أن يفصح عما بداخله بكلام فصيح بليغ يفهم منه المراد. كل إنسان ينقل أفكاره، مشاعره، ما يجول في خاطره إلى الآخرين عن طريق البيان. الكلام فيه البيان لمراد الإنسان، ولذلك في الآية ما قالش علمه الكلام، قال علمه البيان، يستطيع أن يبين ما يريد. والإنسان مننا إذا تذكر نعم الله عليه، فالله سبحانه وتعالى يجدد علينا هذه النعم، يجدد علينا النعم حتى نشكر الله باستعمالها في مرضاته. لأن اللسان أمانة عندي، وصاحبها سيسألني عنها. من صاحبها؟ الله، هو الذي خلقنا من عدم. قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه أمانة، أمانات عندي والله سائلني عنها. الأذن، السمع، البصر، رؤية، اللسان، الكلام والبيان، العقل، طريقة التفكير، كل هذه أمانات وجوارح، أمانات الله تعالى يسألنا عنها يوم القيامة. اللسان نعمة عظيمة، نرى نعمة اللسان في البكم. هل رأيت أبكم؟ لسانه عريض طويل لا يستطيع أن يتكلم كلمة، يتهته يتهته. تخيل لو أصيب اللسان بالشلل، كم تكون حياتك مؤلمة، لا تستطيع أن تتكلم. كلامك يريحك لأنك تتواصل مع الآخرين، لكن لماذا خلق الله البكم وجعلهم بيننا؟ لنتذكر نعمة الكلام ونعمة البيان. وإلا فهذا الأبكم لسانه زي لسانك، ولكن لا يستطيع أن يفصح بكلمة، يتهته. حتى نتذكر نعم الله علينا، إذا رأينا من فقد النعمة نتذكر النعمة. هذا ظل لنعمتي التي أعطاني الله تعالى إياها، فأشكر الله على نعمته. كم من البكم خلقهم الله بيننا، والله قادر أن يجعل الناس جميعا ناطقين متكلمين، ليس فينا أبكم واحد. الله قادر أن يجعل كل الناس أصحاء، ليس فيهم مريض واحد. الله قادر أن يجعل كل الناس أغنياء، ليس فيهم فقير واحد. ولكن من حكمته خلق هؤلاء، وخلق هؤلاء للاختبار والامتحان. هذا اللسان الذي نتكلم به
اتني لسانك كده اتني، ستجد سطحه خشن. الخشونة دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن 9000 نتوق لحمي، يسمى تانج باتس. النتوق اللحمي ده عددهم على سطح اللسان 9000. كل جزء من ده، من هذا النتوق، متوصل به 3 توصيلات: شريان ووريد وعصب. 9000 موصول بكل واحد منهم شريان ووريد وعصب، يعني عددهم كم؟ 27000 توصيلة في اللسان، حتى تستطيع أن تتذوق وحتى تحرك اللسان يمنة ويسرى. والعجيب أن اللسان قطعة لحم بين 36 أو كذا و 30 سنة، منهم ضرس وقاطع وناب، ولكنه لا يهرس ولا يؤكل ويتحرك من هنا إلى هنا، وعنده قدرة عجيبة على الحركة لمدة ساعة واثنين وثلاثة دون إجهاد ودون تعب. هذا اللسان عشان تتكلم بحرف واحد تتحرك 17 عضلة، تتحرك 17 عضلة، 17 عضلة حتى تنطق الحرف الواحد. كم قدرة الله تعالى في هذا اللسان؟ عشان كده اللسان إما أن يكون سببا في الخير أو في الشر، يفتح للإنسان باب للجنة أو يفتح له باب للنار. قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الله تعالى يحمي آذان الأمة من اللغو الفارغ والكلام البذيء، الله يحمي آذان الأمة من سوء القول، لأن الكلمة البذيئة تؤذي اللسان، تؤذي الأذن وتؤذي القلب. وكم جرحت من أناس، بعض الناس انجرح من كلمة لسنوات ولا يجد لها دواء ولا يستطيع أحد أن يداويها. الكلمة أسيرة مخبوءة تحت اللسان، طالما أن الكلمة أسيرة تملكها أنت وهي لا تملكك، أما إذا خرجت من اللسان أصبحت الكلمة تملكك أنت وأنت لا تملكها. فالمرء مخبوء تحت لسانه، لا تظهر حقيقته إلا إذا نطق وإلا إذا تكلم. لذلك ممكن كلمة تهلك الإنسان، ممكن كلمة ينجو بها الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها كذا وكذا في الجنة درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. بعض الناس تكلم بلسانه كلمة أهلكته، هي كلمة واحدة لكن خسر دنياه وآخرته. زي بعض الناس يحكم على الآخرين: ددا لن يرد على جنة، ددا هالك، ددا نهايته سودة. من أدراك؟ لماذا تتألى على الله؟ شوف، واحد قال كلمة حبطت أعماله في الدنيا والآخر، هلك. شوف، كلمة واحدة هلك. أيضا في تاريخ الأدب العربي بيت شعر معروف أن هذا البيت هو الذي قتل صاحبه، البيت ده للمتنبي. المتنبي مشهور عنه أنه كان يقول: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبه وأسمعت كلماتي من به صمم. كان يقول كده يتفاخر بنفسه. في مرة كان راجع من الكوفة معه ولده محمد وخادمه مفلح، وهم في الطريق خرج عليهم قطاع الطرق فأراد أن يفر، فخادمه مفلح قال: أتفر يا سيدي وأنت الذي تقول الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبه وأسمعت كلمات من به صمم. مش أنت عامل شجاع وعامل فتوة وأنت اللي بتقول الكلام ده؟ قال له: ويحك، أهلكتني. فتقدم فقاتل هؤلاء اللصوص قطاع الطرق فقتلوا، فقيل هذا البيت الذي قتل صاحبه. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتكلم بكلام وهذا الكلام لا يستطيع أن يداويه بعدما تكلم به، اللسان جارح وجرحه أشد من السيف. لذلك نحرص على ألسنتنا حتى لا نهلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه:
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة، يعني درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. إلهي إلهي إلهي.